وبشكر مشاهدينا، وبنختم حلقتنا واسيبكم مشاهدينا مع تقرير من سلسلة تقاريرنا للمرأة، وهنشوف مع بعض موديلات تناسب فصل الشتاء مع مصممة الأزياء حنان أغا. تعالوا نشوف تقريرنا. انا اصلا تخصصي الجلد والفرو، وطبعا الجلد والفرو ليه كام سنه طالع موضه، تحديدا الجلد كمان. يعني انا اصلا كمان تخصص افريكانو اكتر، الستايل بحب قوي الستايل الافريكانو. بالنسبه للشتاء ده السنه دي الاحمر طالع موضه جدا، ولو هنركز على القطيفه فالاحمر القطيفه طالع قوي قوي، اللي هو بيسمى المخمل. الابيض في اسود اللي هو اللي بيعتبر الزيبرا طالع جدا، في اللون النبيتي كمان، وفي الاخضر. دي الالوان الواضحه قوي اللي طالعه موضه في الشتاء ده. الجلد بتاعه طالع موضه، الالوان بتاعته كلها موضه باستثناء تركيزا قوي النبيتي والجملي والبيج والاسود. ده بالنسبه للجلد. بالنسبه للفرو كل الالوان، وكمان باستثناء اللي طالع موضه كمان القطيفه بكل الوانها. الجلد تحديدا لو بنشوق اوكي يلبس اي جسم مفيش مشكله، لكن لو في دريس بتفاصيل او ستريت لا طبعا، بيبقى الى حد ما عايز اجسام معتدله. وبرده القطيفه لو البنشو مفيش مشكله بيلبس اي جسم، لكن لو جسم مش معتدل لا تبعد خالص عن القطيفه. انا اصلا تخصصي هاند ميد، بحبه جدا جدا جدا. مفيش يعني لازم يبقى في كل كوليكشن في تصميمين ثلاثة أربعة هاند ميد صرف بإيدي أنا اللي عاملاهم. يعني اللي بيميز تصميماتي الأفريكانو، أنت ممكن تشوف تصميم تعرف إن ده بتاعي من غير ما تسأل ده بتاع مين. إن أنا أصلا تخصص جلود، وتحديدا الأفريكانو كل بقى ألوان، والتايجر والزيبرا وكل الغباء يعني. فأي تصميم هتشوفه هيتكلم عن كده تعرف ان ده تصميم على طول، ده اللي بيخصصني. وخصوصا كمان معاه اضيف عليه الفرو، سي بقى اذا كان الفرو الطبيعي او الفرو الصناعي، والجلود برضو الجلد الطبيعي او الجلد الصناعي.